أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي تناجينا نادارو مدو نانداغيو نارو شينفيدو مدو الله شيمي نامارو فيه سابيو باي سورة البقرة غاوي غناه ميتوين دو چاو يا آيات و توسى لما آيات و توسى كوتي تنبيامو بيالي اومي تاتا دريا چا غولو تيان يو خان الله شمدي اپارو شدما ميا تينو دي غبا اوپا خيان آدم علی اسلام گو اوچا چا گو هو منچارو مو دي توخا ابلیس ما اپا چان آلون دو اپارو شدما ميا دي كبا اوپا خيان آدم علی اسلام آ اوچا چا گو اي ابلیس ما مو گا ماو ما پا لوا يوی ين مين دو گو پیسن لے اي تو اٹو جاؤن تو دي کافر ميسا ڈیٹی دو دو ين پاوين تا اوپی توا چه بي تونا اللہ شمیتی آدم علی اسلام ما اي دو مين چا رو مو اي او آدم اتین دی ممی چین یا حوانی دو گوا جنت امرا توخا بو نائ نی ٹھائی وے اتین نو زنی ماونا نا اورو دی ٹھو توخا بو نے لو شی ہا نیا ما آتا سانا شید میا گو لُل لسوا یوں گین بی پوتی وا پیو زوا سا تون جا گو دو یا ڈوین تین نو دی ای اپین ای انی دو مچھن کا چا نے اکے وے ٹھو اپین ای انی دو چھن کا وے ٹھو اپین ای اتی گو سا تون می کھے چا لیں اتینو دی پیمو چولون دو میاروین اپاوین پھتوا چامی. کبا اوپا خیان آدم علی اسلام نے چین یارو حوارو دی اللہ شمیہ پیتنا رو موٹھا دو جنت امرا توخا بونوین توخا سیزیں یین یین چھاندا گو مویلیو زا کھانزا یہ نیچا گوئی ٹھو دو نیٹھا یادوین شیطان دی تپین ایتنے سلین یوے مایا پری ہیں آپ یہ لے پا پھائیاں توی ساؤں بھی ٹھو چین یا چین پا نا اورو آ ٹائم پا چھو چھوزے یوے ٹھو اوئی نو ما نین ٹھو لے ٹھو کھا اللہ شمیتی ایدو میں چھا ما ڈومو ای اتینو دی ngائی اوئی نو ما سین توا چا گو اتینو دی تا اونے تا او کھائیاں پھی پوا یم با میاں پھی چا آن کبا میں بین وے اتینو پھو تم تھا دی تتن تائیں آو نیا ٹھائنگے نے اچو کھانزا جن شی آن ٹھوکا گبا اوپا کھین آدم علیہ السلام دی ممی آموے موساو ما چیشو رو مو دو اللہ شمیہ ٹھانو ما اچھو دو سو مو پو بڑا میاں گو تین چا نا یو یو اشین ٹھان وین چا ٹاو ماں تنا کھان یا اللہ شمیہ دی ممی ایگیو نا رو پی آدم علیہ السلام با دو لے رو مو یو چھان دا کھن لو پیترا رو مو لے ای اما سنزے ٹھو شن دی دالے وین چا ٹاؤ مانتنا کھان دو میاں آ
အချင်းချင်းဖန်ဖန်ချမ်းသာခွင့်လို့ပေးတော်မူသောရှင်အရှင်မြတ်တနာချင်နာညတော်မူသောရှင်ဖြစ်ပေသည်အာဒမ်အလိုင်းစလမ်၏ကျင်ရာတော်ဟဝါရုအားငါရှင်မင်ကြတော်မူသည်မှာယခုအသင်တို့အားလုံးသည်ဤဂျန္နတ်အမရတုခဘုံမှဆင်းသွားကြကုန်။နောင်သောအခါကာလ၌အကယ်၍ငါရှင်၏ထံတော်မှတရားဒေသနာများကြားရောက်လာလျှင် ထိုတရားဒေသနာများကိုငါရှင်မြတ်ချမှတ်ပြီးတော်မူထားသောတရားဒေသနာများကိုအချင်းမြည်သူမဆိုနာယူခြင်းကြံပါမူထိုကဲ့သို့သောသူတော်ချင်းသူတော်မြတ်တို့သည်စိုးရိမ်ကြောက်ကြရမည်လဲမဟုတ်ပူဆွေးကြရမည်လဲမဟုတ်တို့ရတွင်ငါရှင်မြတ်၏ထုတ်ပြန်ပို့ချသောတရားဒေသနာတော်များကိုလိမ်လည်ထားသည့် တရားဒေသနာတော်များဖြစ်သည်ဟုဆွဆဲ၍ငါအားညီပေသူများကငရဲသားများမင်ဖြစ်ကြ၏။ယင်းသူတို့သည်ထိုငရဲတွင်ထာဝရစဉ်နေထိုင်ကြရမည်သူများဖြစ်သည်။